مساء الخير واهلا بحضراتكم، واليوم الثاني من يوم بيوم، والحلقه الثانيه هنكون معاكم كل يوم الا الجمعه. هكون معاكم سبت حد اثنين، وزميلي محمد مصطفى شردي ثلاث اربع خميس. قبل ما اقول لكم النهارده معانا ايه، اسمحوا لنا نشوف موجز سريع للاخبار مع زميلتنا شيماء خاطر ونرجع على طول. مساء الخير يا شيماء، اتفضلي. مساء الخير ريهام. مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم. موجز الثامنة من النهار اليوم نقدمه لحضراتكم. في مؤتمر صحفي قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إن الشرطة تتعرض لحملة إساءات تستهدف الروح المعنوية لها، وأضاف أن التحقيقات بشأن مقتل الشاب الإيطالي تسير بشكل جيد. ما أزعجنا بشكل كبير جدا عندما أثير موضوع هذا الحادث أن هناك العديد من الترديدات ومن بعض الشائعات التي شاهدناها على بعض صفحات الصحف اللي بتنسب لجهاز الأمن بعض التلميحات أنه يكون وراء هذا الحادث. ده طبعا أمر مرفوض أنه هذا الاتهام يوجه أو مجرد أنه يشار إليه، لأن هذا أمر ليست هذه هي سياسة جهاز الأمن المصري، وجهاز الأمن المصري لم يسبق أن نسب إليه أمر كهذا. ويمكن إحنا ما أعرفش، يمكن كانت المفاجأة بالنسبة لنا إنه الموضوع بقى بيتداول بشكل طبيعي جدا، وده الحقيقة برضو حاجة مش مسبوقة. أولا بنستبق الحدث دون أي سند ودون أي دليل ودون أي معلومات. قال المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب أنه سلم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب استقالة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقد الأسبق وعضو مجلس النواب من البرلمان، وأضاف أن هيئة المكتب ستجتمع خلال يومين لنظر الاستقالة وفقا للائحة. اعتمدت دولة الإمارات أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة، وقال نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد المكتوم إن التغييرات تشمل دمج بعض الوزارات وإنشاء مؤسسات عليا للصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والتنمية. بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم من بينها مصر، انطلقت بدولة الإمارات القمة العالمية للحكومات بهدف مناقشة مجموعة من القضايا المهمة وسبل تطوير مستقبل الحكومات. وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي إن القمة ستتناول ما يسمى بحوار المستقبل ومحاولة الإجابة عن أسئلة الغد عبر استشراف المستقبل في 8 قطاعات أساسية. شن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو هجوما لاذعا على النظام السوري وروسيا، متهما إياهما بالمسؤولية عن مشكلة النازحين السوريين. وخلال مؤتمر جمعه بالمستشارة الألمانية أنجلا ميركل في أنقرة، أكد داود أوغلو عمل بلاده مع ألمانيا لمكافحة ظاهرة تهريب البشر، واصفا إياها بأنها جريمة ضد الإنسانية. قال محققون بالأمم المتحدة إن الحكومة السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق محتجزين من المعارضة. وأوضح التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد عذبت كثيرا من المعتقلين حتى الموت، ما توفي عدد آخر بسبب الحرمان من الغذاء أو المياه أو الرعاية الطبية. قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم تسجل حتى الآن أي إصابات في المنطقة العربية والشرق الأوسط بفيروس زيكا. وأوضحت المنظمة أن عدم تسجيل أي إصابة من الفيروس في المنطقة لا يعني أنها ليست عرضة لذلك، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع حكومات المنطقة للحد من تجمعات البعوض الناقل للفيروس. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز الإخباري، والآن عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج يوم بيوم مع الزميلة ريهام السهلي. إليك ريهام. أشكرك يا شيماء وأهلا بحضراتكم
مرة تانية. زي ما قلت لكم هنكون معاكم من السبت للخميس، انا وزميلي محمد مصطفى شردي، انا هبقى معاكم من السبت للاثنين، سبت حد اثنين، وهو معاكم ثلاث اربع خميس، والجمعه البرنامج اجازه ان شاء الله، هنكون معاكم كل يوم من 8 ل 10. قبل ما اتكلم معاكم النهارده عن ايه اهم الاخبار، خلوني افكركم ان احنا عندنا حلقه مهمه جدا هنناقش فيها ملفات كتير اعتقد ان هي بالتاكيد تهم حضراتكم. الفقره الاولى هيكون معانا فيها في اول ظهور له بعد عودته من اثيوبيا الانبا بيمن، وهو مسؤول ملف العلاقات الكنسيه بين مصر واثيوبيا، وهنتكلم طبعا معاه عن زيارته الاخيره وعن مضمون الرساله اللي حملها من قداسه البابا توادروس الى بطريرك الكنيسة الإثيوبية. هنتكلم عن موقف الكنيسة الإثيوبية من مفاوضات سد النهضة حق مصر التاريخي في مياه النيل، ومش بس ده، كمان الأنبا بيمن هو مسؤول ملف الأزمات في الكنيسة ومسؤول ملف ترميم الكنائس، وبالتأكيد هنتكلم معاه عن مبادرة الرئيس السيسي بترميم الكنائس على نفقة القوات المسلحة، واللي كان وعد يوم العيد عيد الميلاد الرئيس بأنه هيتم الانتهاء من ترميمها كلها قبل نهاية هذا العام. طبعا دي الكنائس اللي كانت الجماعة الإرهابية حرقتها بعد فض اعتصام رابعة لإرهاب المسيحيين والإجبارهم على المطالبة باللجوء للتدخل الدولي، وده الحقيقة اللي ما حصلش لأنه الكنيسة المصرية كان ليها موقف وطني مشرف في هذا الموضوع. طيب دي الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فهتكون حوار مهم أيضا وفي وقت الحقيقة مهم وحساس جدا، حوار مهم حول الثقافة مع وزير الثقافة حلمي النمنم. هنتكلم معاه في ملفات كتير، أولها شعار معرض الكتاب الثقافة في المواجهة، طب إزاي في ظل قضايا حبس المثقفين بتهم زي ازدراء الأديان، الحقيقة آخرهم كان إسلام بحيري، فاطمة نعوت مهددة بنفس المصير، هنواجهه بهذا الموضوع، وهنواجهه كمان بملف تغلغل الإخوان وكتبهم وكتابتهم داخل معرض الكتاب، وده بيؤكد على دور الثقافة في مواجهة الإرهاب. هنتكلم معاه برضو إزاي نقدر نواجهها في ظل توغلهم بطرق مختلفة في داخل المجتمع. هنتكلم طبعا كمان عن دور الوزارة في المعركة اللي بتخوضها الدولة في الحرب ضد الإرهاب، وفين دور قصور الثقافة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وغيرها من الأمور هتكون محور نقاشنا مع وزير الثقافة حلمي النمنم في فقرتنا الثانية النهاردة. خلونا بقى نشوف إيه اللي حصل النهاردة في مصر. زي ما شفتم حضراتكم في الموجز كان في النهاردة مؤتمر لوزير الداخلية، والحقيقة أنه الوزير اتكلم عن أكتر من قضية مهمة هذه الأيام وبيتم تداولها. اتكلم عن مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجني، واتكلم الوزير عن ما يتداول أو يعني ما يقال أو ينسب للداخلية من إن هي ضالعة في مقتل هذا الشاب. الوزير رفض هذا الكلام، اتكلم كمان عن تنظيم داعش وإنه هو أصبح فكر وإنه ملوش عناصر أجنبية داخل مصر. وزير الداخلية اتكلم عن إحباط لمخطط للجماعة الإرهابية أيضا مؤخرا لنشر الفوضى. يعني أكتر من موضوع اتكلم فيهم الوزير، خلونا نشوف جزء من هذه التصريحات ونرجع لحضراتكم. حادث مقتل أحد رعايا إيطاليا على أراضي جمهورية مصر العربية، وبالمناسبة دي أنا بتقدم بخالص الشكر وبخالص العزاء وبخالص التقدير للشعب الإيطالي والحكومة الإيطالية، وإحنا نعمل بشكل جاد جدا لكشف أبعاد هذا الحادث، وبنجمع حجم كبير جدا من المعلومات التي هتساعدنا إن شاء الله للوصول إلى مرتكبي هذا الحادث، وده هدف رئيسي وهدف هام لينا جدا. كل الأجهزة مركزة جهودها بشكل كبير جدا للوصول إلى مرتكب هذا الحادث، ولكن الحقيقة يمكن ما أزعجنا بشكل كبير جدا عندما أثير موضوع هذا الحادث أن هناك العديد من الترديدات ومن بعض الشائعات التي شاهدناها على بعض صفحات الصحف اللي بتنسب لجهاز الأمن بعض التلميحات انه يكون وراء هذا الحادث، ده طبعا امر مرفوض.
دي كانت تصريحات الوزير اللي هو مجدي عبد الغفار فيما يخص مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجني. ومعايا سفير عمرو حلمي سفير مصر في إيطاليا. سيد سفير مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك سيد سفير. عايز أعرف إلى أين وصل الموقف الرسمي الإيطالي من هذه القضية الآن؟ والله يا فندم أنا النهاردة عملت يمكن 4 مقابلات، والأولى مع مدير عام الشرق الأوسط بالخارجية الإيطالية، أعقبها مقابلة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الإيطالي. تم التأكيد فيها حرص مصر على الكشف عن ملامسات هذا الحادث المأساوي الذي تعرض إليه الشاب الإيطالي، وخلو مسؤولية أجهزة الأمن المصرية تماما من محاولة ما يتردد في بعض أجهزة الإعلام حول تورطها في مقتل الشاب الإيطالي. وأكدنا على هذا الموضوع بشكل حاسم سواء في مع الخارجية الإيطالية أو مع الدوائر البرلمانية الإيطالية. وعقب ذلك عملت مقابلتين، واحدة مع جريدة المساجيرو الإيطالية، واحدة من أكثر الصحف الإيطالية والأوسعها توزيعا، ثم مع وكالة الأنباء الإيطالية اللي أكدت فيها تعاون مصر الكامل بشخصية كاملة مع السلطات الإيطالية في الكشف عن ملابسات هذا الحادث، وتوجهنا نحو معرفة من اقترف هذه الجريمة وتوقيع الانتفاع الرابعة. أعتقد أن هل لقيت منهم تفهم لهذه المعلومات أو لهذا الكلام سيادة السفير؟ أيوة في تفهم، في تفهم، خصوصا أنه السيد وزير الخارجية سامح شكري كان أيضا أجرى حديث مطول مع جرير كوريري تيراتيرا. هناك اتصالات لا تنقطع مع مختلف الدوائر الإيطالية سواء فيما يتعلق بالحكومة أو البرلمان أو جهة الإعلام. فإحنا النهاردة بنتفاعل مع هذا الحادث، بنوضح الصورة تماما، بنعمل على توضيح الأمر للرأي العام الإيطالي بشكل متزايد، وهذا ما نركز عليه في اتصالات مع مختلف الدوائر الإيطالية. تمام. طيب أنا عايز أعرف تأثير هذا الحادث، لأنه الحقيقة أنه الحادث أخذ صدى كبير سواء هنا أو هناك يعني في إيطاليا. عايز أعرف تأثير هذا الحادث على العلاقات المصرية الإيطالية فيما يخص المجال الاقتصادي، لأنه كان في وفد المفروض أنه هو كان هيجي في الأيام الماضية ولغى زيارته. لا يا فندم، هو الوفد وصل وكان برئاسة وزيرة الاقتصادية الإيطالية، إنما بعد أول يوم قطعت زيارتها، لكن الوفد استمر وفي تعاقدات تمت. وأنا أحب أقول لحضرتك إن النهاردة كنت على اتصال مع شركة إيتالجان الإيطالية اللي هتقوم بإيفاد واحد يوم 16-17 فبراير الجاري لمواصلة التباحث حول مشروع إقامة مزرعة توليد طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت البحر الأحمر باستثمارات ايطاليه تقدر ب 370 مليون دولار. وهي مستمره، يعني الزياره اللي جايه دي هي في موعدها. لا يا فندم، هو كان في زياره. هذه الزياره الوزيره وعادت، انما الوفد الاقتصادي استمر. لا حضرتك بتقولي في زياره ثانيه قادمه، دي كما هي في موعدها. ايتالجان الايطاليه هذه الزياره هتركز على موضوع اقامه مزرعه توليد طاقه الرياح في منطقه الزعفران في منطقه جبل الزيت باستثمارات تقدر ب 370 مليون دولار. ممتاز. ودي هتبقى الزياره الثانيه لهذه الشركه اللي كانت موجوده في ضمن الوفد المرافق للوزيره الايطاليه. يعني هم اثناء الزياره عملوا اجتماعات مع وزاره الكهرباء وهيئه الطاقه الجديده والمتجدده ووزاره الاستثمار، وحددوا مواعيد، وتم الاتفاق على بعض الخطوط العريضه لهذا المشروع، ورجعوا الى ايطاليا ونازلين ايطاليا راجعين مصر ثاني يوم 16-17 القادم. ممتاز. يعني كمان ايام. طيب. احنا النهارده بنتكلم على علاقات اقتصاديه مستمره، تفاعل ما بين الدول الاقتصاديه مستمر، انما هو موضوع الحادث صحيح ان كان الغى او قطع الزياره بتاعه الوزيره الايطاليه، الا انه تعاوننا كامل مع البعثه الفنيه الايطاليه المتواجده في مصر بهدف استجلاء الحقيقه، هيساعد طبعا على دفع المزيد من العلاقات بين مصر وايطاليا. تمام. ده أمر مهم إن احنا استوضحناه من حضرتك سعادة السفير عمرو حلمي سفير مصر في إيطاليا، أشكرك جدا. المستشار سيري سيام يعلن استقالته من مجلس النواب. سيري سيام الحقيقة في تصريحات خاصة ليوم بيوم، كنت تحدثت معه هاتفيا قبل الهوى، قال لي إنه الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها، وقال كمان إن هناك محاولات داخل البرلمان لإثنائه عن أداء دوره النيابي. المستشار سيري سيام الحقيقة إنه
وضح انه هذه الاستقالة كان قد تقدم بها بالامس، الامس اللي هو يوم الاحد، وقال لي تحديدا الساعة 10 صباحا، العاشرة وخمسين دقيقة صباحا، يعني الساعة 11 الا 10، وقال انه قدم هذه الاستقالة كاستقالة مسببة، وذكر فيها انه هناك محاولات هو رصدها او شعر بيها من اجل زي ما قلت لحضراتكم اثناؤه او اقصاؤه عن اداء دوره النيابي، وقال لي بالاخص كمان دوري التشريعي اللي انا اعتقد انه الرئيس سياده الرئيس اختارني علشانه ولخبرتي في هذا المجال التشريعي. الحقيقه سياده المستشار قال انه هناك امثله يقدر يضربها في هذا المجال، وضرب فعلا امثله اثناء كلامه معايا، وقال لي انه مثلا اللائحة الداخلية تم اختيار 7 نواب من قبل رئيس المجلس والوكيلين، تم اختيار 7 نواب لوضع اللائحة الداخلية ولم يكن من ضمنهم، هو بيعتبر انه ده تهميش له ولدوره وخبرته في المجال التشريعي. قال كمان انه كان هناك في الفترة او طوال ال 15 يوم اللي فاتوا كان هناك اجتماعات تتم مع وفود تأتي الى المجلس، ولكن لم يتم ايضا دعوته اليها على الاطلاق، لم يتم الحديث معه في الفترة الماضية عن اللائحة الداخلية. ويعني الحقيقة أنه قال أنه هو تقدم بهذه الاستقالة بالأمس، وأنه تم استلامها بالفعل من أمين عام المجلس، ولكن هو الآن في انتظار التصديق على هذه الاستقالة. أنا معايا الأستاذ، والحقيقة أنه المستشار السري سامي الحقيقة قال كمان أنه هو لن يجري مداخلات في هذا الموضوع الآن إلى أن تتم يعني أو يتم قبول الاستقالة. أنا معايا الأستاذ محمود نفادي رئيس شعبة المحررين البرلمانيين. أستاذ محمود مساء الخير. مساء النور واهلا بحضرتك. استاذ محمود سمعت الكلام طبعا اللي انا قلته، وبالتاكيد عندك علم يعني عن اسباب استقاله المستشار سري صيام من مجلس النواب، كيف ترى هذه الاستقاله وكيف ترى الاسباب اللي تحدث عنها المستشار؟ هو في الحقيقه يعني الاستقاله انا يعني شخصيا كنت متوقعها يعني منذ فتره ليست بالطويله، يعني من حوالي 10 15 يوم، وخاصة منذ أن توقف المستشار سري صيام عن أي مشاركة في مناقشات المجلس منذ آخر مرة شارك فيها وأبدى بعض وجهات النظر، وحصلت شبه أزمة كده ثم تم احتواء هذه الأزمة، ولكنه أثار السلامة وتوقف عن أي مشاركة في المناقشات. إلا أنني لا أؤيده في تقديمه لهذه الاستقالة. لا تؤيده فيه؟ ممكن أن ينتظر بعض الوقت. كانت هناك اتجاهات لتوليه رئاسة اللجنة التشريعية، وكان هناك شبه اتفاق على هذا، فور تشكيل اللجان، وكان له دور كبير في المجلس في الفترة المقبلة، لكن لا أعلم يعني سر تسرعه في هذه الاستقالة، وهو أمر طبعا أنا شخصيا مندهش له، لأنه الممارسة تحت قبة مجلس الشعب لا ترتبط بالمناصب والمواقع ولكن ترتبط بالشخص. هو يستطيع ان يمارس حتى ولو لم يكن رئيسا للجنه، وشاهدنا كثيرا من النواب استطاعوا هم افراد ان يسجلوا ممارسات برلمانيه متفوقه ومتميزه ورائعه في مظله المجلس وتحت القبه. تمام. وان كنت اتوقع رغم ان هو بيقول ان هو الباب اغلق، ولكن انا اتوقع ان يتم التواصل معاه وربما يعدل عن استقالته. هو الحقيقه يعني وانا بتكلم عنه النهارده قال لي انه هذه الاستقاله لا رجعه فيها، والحقيقه كمان استاذ محمود ان هو لم يتحدث عن غضبه من انه لم يتم اختياره او لن يتم اختياره يعني كرئيس اللجنه، ولكن الحقيقه تحدث عن تحديدا واقعه اختيار الاعضاء اللي هيضعوا اللائحه الداخليه، وانه هو كان يرى ان هو من النواب ذوي الخبره في هذا المجال، وان هو تم اختياره تحديدا ليكون ممن يضعوا التشريع في هذا البرلمان، فهو يعني استنكر استبعاده ممن صدعوا اللائحة. يعني هذا رأيي، ولكن دعيني أقول لحضرتك أن المجلس أيضا به قامات تشريعية كبيرة وبه أعضاء كثيرون يعني لديهم خبرات تشريعية تحت قبة البرلمان سواء من الأعضاء القدامى أو من الجدد دون ذكر أسماء. هو يرى في نفسه ذلك، وتشكيل لجنة اللائحة تمت وفقا لأعضاء تم اختيارهم بالقرعة، وأعضاء ممثلين للهيئات البرلمانية للأحزاب التي لا يقل عدد أعضائها عن 5، ثم أعضاء اختارتهم هيئة مكتب المجلس. ولكن برضو ما زلت أقول
انه تسرع في اتخاذ هذا القرار. طيب من خلال مراقبتك، من خلال مراقبه حضرتك لما يحدث داخل مجلس النواب استاذ محمود، هل ترى انه محق في شعوره او احساسه بان هناك يعني نيه او هناك رغبه في استبعاده او في تهميش دوره في البرلمان، دوره التشريعي تحديدا؟ لا، انا يعني تواصلت مع بعض الناس القريبين منه والذين يعلموه، هم من وجهه نظرهم ان الاستاذ سيد صيام الان عنده عاليه شويه، والعمل في البرلمان يعني خليني احفظ له حقه لان هو مش موجود ولا يرغب في المداخله، فخلينا بس نتحفظ على كلمه الان عاليه عنده يعني لانه مش موجود للرد عليها يعني بعد اذن. يعني ده مواصفات الشخصيه يعني يعني هي كلمه المفروض يكون موجود للرد عليها، يعني خلينا نقفز لما بعد ذلك. طيب خليني انتقل مع حضرتك لاستقاله اخرى، بما ان احنا بنتكلم عن الاستقالات ايضا استاذ محمود، النهارده كمان كان في استقاله اخرى بعد استقاله الاستاذ مصطفى بكري من ائتلاف دعم مصر، كان في النهارده ايضا استقاله الاستاذ محمود يحيى وكيل الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن اللي تقدم باستقالته من ائتلاف دعم مصر دون ابداء اسباب للانسحاب. كيف ترى هذه الاستقاله الثانيه، وهل اتفق مع الرأي اللي بيقول انه ائتلاف دعم مصر بدأ بالفعل طريقه مش عارف اقول في الانهيار ولا في عدم تحقيق اهدافه؟ يعني اولا انا شخصيا لا ارى ان هناك ائتلاف يسمى دعم مصر من الاساس، لا ترى انه موجود؟ هو اسما لا ارى ان هناك ائتلاف بالمعنى الحقيقي لكلمة ائتلاف، لان بعض الحاجات اللي هم بيتخذوا بها قرارات بوفاجئ تحت القبة ان هذه الامور ليس لها ظل من الحقيقه. يعني حتى لما شكلوا المكتب السياسي، تقصد قانون الخدمه المدنيه، يمكن ده كان له ظروف خاصه يا استاذ محمود، ده اللي تقصده الخدمه المدنيه؟ لا، يعني انا اقصد لما جم يعملوا المكتب السياسي الاخير اختاروا مثلا بعض النواب قالوا مسؤولي تواصل سياسي بين المحافظات وبين الائتلاف. قابلت احد اراء الاشخاص ولكني اتحفظ عن ذكر اسمه، وقال لي انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده ولا انا عضو في الائتلاف اصلا. فهو الائتلاف عنده مشاكل عديدة جدا، هيكلية وتنظيمية وإدارية وسياسية بشكل كبير جدا. هم مش قادرين يعني يحددوا هم عايزين ايه وعايزين مين. يعني حتى النهارده قابلت نائب من أسيوط مستقل من إحدى دوائر أسيوط، كان معي في المجلس، وقال لي أنا فوجئت حاطين اسمي في الائتلاف وأنا أصلا مش في الائتلاف. يعني في مسائل كتيرة قوي الائتلاف محتاج يراجع نفسه فيها تاني، وهذا الائتلاف لن ينصلح حاله الا بإزاحة القياده الحاليه التي تتولى مسؤوليه هذا الائتلاف. تقصد اللي هو سامح سيف اليزن؟ كلهم الخمسه اللي موجودين، الهيكل القيادي الخمسه. تمام، طيب يعني هذه المجموعه وتنحيها بارادتها، بل اتمنى ان يستقيلوا من الائتلاف كما يستقيل الاخرين، فربما ينصلح حال هذا الائتلاف. تمام، هو طبعا يعني قبل ما اروح بس للسؤال الاخير لحضرتك، خليني اقول انه الائتلاف دعم مصر الحق في الرد، كان في اتفاق ما بيننا وما بين الاستاذ علاء عبد المنعم مسؤول ملف الاتصال السياسي بالائتلاف انه يكون هناك مداخله منه ايضا للرد على هذا الموضوع، ولكن زملائي بيتصلوا بيه وبيبلغوني ان هو مش بيرد، احتمال يكون في اجتماع او شيء من هذا القبيل، فلهم حق الرد عموما في اي وقت شاءوا. طيب اسال حضرتك اخر سؤال استاذ محمود، هل تم حسم موعد خطاب الرئيس امام مجلس النواب ومكانه ايضا؟ لم يتم تحديد الموعد حتى الان، وهقول لك من ضمن الحاجات اللي الائتلاف برضه متخبط فيها. المسؤول عن الائتلاف طلع تصريح قال ان خطاب الرئيس من 15 فبراير والحكومه برنامجها اخر فبراير، لا الموعد ده هيحصل ولا الموعد الثاني هيحصل. يعني حتى المفروض الائتلاف ده الاغلبيه هي اللي بناخد منها المعلومات، بناخد منها الاخبار، انما بنفاجئ ان الاخبار والمعلومات اللي تطلع حتى من راس هذا الائتلاف ما بتتنفذش ومش حقيقيه. طب يعني الصحافه تلجا لمين عشان تعرف هذه الاخبار والمعلومات اذا كان ائتلاف الاغلبيه ليس لديه معلومات واخبار؟ فده اكبر دليل ان انا بقول يعني بتمنى ان هذا الائتلاف يعيد هيكله نفسه مره اخرى ويعيد النظر في فيما يتم داخل الغرف المغلقه، حتى نشعر فعلا ان في ائتلاف يمثل الاغلبيه الحقيقيه. تمام، اذا الاغلبيه الرقميه. اذا لا نعلم حتى الان موعد كلمه الرئيس امام البرلمان ولا مكانه بالتاكيد. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمود نفادي، شكرا لحضرتك.
طيب هننتقل لخبر آخر فيما يخص وزارة الصحة. النهاردة وأثناء زيارة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لمحافظة الغربية، فوجئ رواد قسم الرمد بمستشفى جامعة طنطا بموكب الوزير، والتقى الوزير بالمصابين بفقد أو فقد الإبصار، واستمع لشكواهم وقال لهم إن حقهم مش هيضيع. خلينا نشوف جزء من هذه الجولة ونرجع نكمل معاكم. إهمال طبي جديد، هذه المرة داخل مستشفى رمد طنطا في مهزلة تسببت في فقدان البصر لخمسة مرضى بسبب حقنهم بعقار طبي. وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي الذي زار مستشفى طنطا اليوم قال إن العقار معتمد في جميع المستشفيات، لكن خطأ في كيفية تجهيز العقار واستخدامه تسبب في حدوث مضاعفات للمرضى. دواء بيستخدم ومعترف به في الصيدليه اتاخد بطريقه مش مظبوطه، التعيين بتاعه ما كانش مظبوط، هو ده اللي عمل الالتهاب الصديدي للمرضى دول. لكن هذا الدواء بيستخدم بينتج من شركه عالميه اسمها شركه راش، كل حاجه فيه كانت مظبوطه، مش ده كدواء، طريقه استخدامه كان فيها خطا في التعقيم، هو ده اللي عمل المشكله دي. حاله من الذعر والفزع تسيطر على المترددين على هذا المستشفى بعد تلك الحادثه، بعضهم اضطر لترك المستشفى دون علاج خوفا من إصابتهم بالمرض ذاته. ما زاد فزع الأهالي أن مستشفى رمد طنطا الجامعي قد منع بالفعل استخدام العقار منذ أكثر من عامين، وهو ما لم يتخذه المستشفى التابع لوزارة الصحة. احنا ما بنستخدمهاش في مستشفى الجامعة، يعني ممنوع استخدامها عندنا في مستشفى الجامعة، ممنوع بقرار مجلس قسم، ما بتستخدمش في الحقن في الجامعه عندنا. الحقن اللي اتحقنت دي اتضح انها دخلت المستشفى مش بطريقه طبيعيه، يعني مش زي ما اي دواء بيخش المستشفيات، دخل بطريقه باتفاقات دكاتره مع الشركه ان بيجيبوا الدواء ده يحقنوه ويستعملوه. ورغم قرار وزير الصحه ومحافظ الغربيه بايقاف مدير المستشفى واطباء اخرين تورطوا في القضيه واحالتهم للتحقيق وتشكيل لجنة طبية لفحص الحالات المصابة، فإن ذلك لم يشفي غليل المواطنين هنا مطالبين بتحقيق فوري وعلاج الحالات على نفقة الدولة. جبنا العلاج من بره وخدت عادي، أروح عينيه ولا أنا مش طايقة، مش زي كل نوب. لا ده بص لقيت عينيه حرقتني جو وتنزل بقى الدرد الماي. جيت أكشف فقلت لهم حطوا له قطرة، راحوا جابوا القطرة وجابوا البنسلين وقلت لهم حطوا له تبرد يعني. أكشف عيني من الشايفة حاد. سد عيني دي مش شايفه دي. سيظل هذا العقار مصدر قلق لدى المواطنين ما لم تصدر نتائج تحقيق شفافه حول جدوى العقار ومدى صلاحيه استخدامه لمرضى الشبكيه الذين لجأوا للمستشفى بحثا عن من يداويهم لا من يزيد معاناه فوق معاناتهم. هيفضل هناك جدل حتى يتم الانتهاء وحسم هذا التحقيق فيما يخص ما حدث لهؤلاء المرضى واللي فقدوا ابصارهم بسبب هذا العقار. الوزير بقى يقول ان العقار استخدم بطريقه خاطئه ولكنه غير محرم دوليا، هناك من يقول لا ان هو محرم، ايا ما كان السبب زي ما قلت هيفضل في جدل في هذا الموضوع إلى أن يتم حسمه بالتحقيق. لكن اللي بالتأكيد واضح دون أن يكون هناك أي حسم أو حتى من قبل التحقيق أنه في إهمال وأنه في تراخي لدى عدد لا بأس به في المستشفيات الحكومية خلينا نقول، وأن احنا محتاجين شدة جامدة يا سيادة الوزير وزير الصحة. هذا القطاع، القطاع الصحي، نرجو انك قبل ما تترك منصبك، طبعا ما نعرفش الوزاره هتغير وزير الصحه هيكون موجود في الفتره اللي جايه ولا لا، ولكن انا بتمنى ان لما يجي لنا بقى يبقى عارف ان هو قبل ما يسيب منصبه يسيب بصمه حقيقيه في هذا القطاع. احنا محتاجين بصمه بجد وعايزين نحس. مش هتصلح القطاع كله، بس ارجو ان وزير الصحه لما يجي يستلم هذا المكان سواء كان وزير الصحه الحالي او اللي هيجي بعد كده يبقى عارف ان هو او يكون قدامه تحدي انه قبل ما يخرج من مكانه يعمل نقلة إلى حد ما نحس أنه أصبح هناك سيطرة أفضل وأصبح هناك خدمة صحية أفضل للمواطن البسيط. هنتقل لموضوع تاني وهو الموضوع الخاص بدعوة أو الموضوع الخاص بشعبة أو الغرف التجارية في الوقت اللي الرئيس تحدث فيه عن خفض الأسعار، ووجه كل الوزراء والمسؤولين لضبط الأسعار، حذرت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من موجة اشتعال حادة في أسعار السلع
والمنتجات في الأسواق المحلية الفترة اللي جاية، وده نتيجة تداعيات قرار تنظيم الاستيراد الصادر مؤخرا رقم 991 و992 لسنة 2015 و43 لسنة 2016. الشعبة قالت إن المستهلك البسيط هو هيكون الضحية الأولى والأهم من وراء هذا القرار، وأكدت الشعبة خلال اجتماعها بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة النهاردة إن القرار هيكون له تداعيات غاية في الخطورة على مستويات عدة، من أهمها استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات، بجانب ما يواجه قطاع المستوردين من تهديدات بتوقف النشاط وتسريح عمالة يقدر قوامها ب 30 مليون عامل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع الأستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. يا أستاذ أحمد مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. مساء الخير. حضراتكم تحدثتم عن ان هيكون في تداعيات خطيره لهذا الموضوع، على الرغم من انه الرئيس بنفسه كان حذر التجار من رفع الاسعار، قول لي ايه اسباب تخوفكم؟ والله هو السبب الرئيسي في التخوف، احنا مش بنتكلم في التعريفه الجمركيه، احنا ملناش اي اعتراض عليها لان احنا مش مضارين بيها كمستوردين وكتجار، ولكن احنا تخوفنا هو استحواذ مجموعة من أصحاب العلامات التجارية على السوق التجاري، وأصحاب العلامات التجارية ما بيمثلوش أكتر من 5% من حجم تداول السلع في كل أنحاء العالم. أصحاب العلامات التجارية اللي هم ما يسموا البراندات، اللي هو القرار اللي صدر 43 أخيرا بيقول إن الشركات صاحبة العلامات التجارية هي اللي مسموح بها الاستيراد في ظل بعض الضوابط اللي حطتها وزارة الصناعة والتجارة. هو ده أكبر تخوف، إن زيادة يعني احتكار هذه الشركات أصحاب العلامات التجارية في كل السلع اللي تم نزول بها قوائم وصلت إلى 26 مجموعة سلعية بيندرج تحتها أكثر من 600-700 سلعة. هو ده التخوف بتاعنا، لأن طبعا السوق المصري بمكوناته وتركيبته اللي هي فيها جزء كبير جدا يعني الدخل بتاعه يدوبك بيقضي احتياجاته، مش هيتحمل إن احنا نشتري هذه البراندات اللي هي ما بتزيدش عن السلع الأخرى المثيلة ليها في الجودة ولا في أي نوع من أنواع التميز، إلا أنها سعرها عالي وأنها محطوط عليها العلامة التجارية. هو ده التخوف اللي احنا بنحذر منه، واللي هو أعتقد يعني هيبقى ليه مردود سيء في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ما فيش وسيلة أو آلية لدينا لمواجهة هذا الموضوع؟ يعني آلية لمنع التجار من استغلال الموقف ورفع الأسعار؟ لا، هو اصل العلامات التجاريه بصفه خاصه معروفه ان ليها يعني ميزه سعريه مرتفعه، انت عارفه بتستخدم دعايه كبيره، بتستخدم وسائل ترويج كبيره، ولكن الكلام دوت مش موجود في اي حته في العالم، كل الاسواق مفتوحه للمنافسه ما بين العلامات التجاريه ونفس السلع اللي هي بتطابق نفس المواصفات بتاعت السلع اللي هي جاي عليها العلامه التجاريه، وبالتالي هي لو في ظل القرارات اللي احنا صدرت اخيرا دي هتؤدي ان هي اللي هتستحوذ على السوق بالكامل، وهي ده التخوف الرئيسي بتاعنا في ارتفاع الاسعار. ان احنا زي ما وضحت لحضرتك ان احنا ما عندناش القدره الشرائيه لهذه العلامات التجاريه، ومثال على كده ان في بعض السلع المتواجده في السوق المصري هي نفس السلع اللي بتحمل العلامه التجاريه، هي نفس السلع الاخرى وبنفس الجوده وبنفس المواصفات، دي مثلا بتتباع ب 1000 جنيه والثانيه بتتباع ب 100-150 جنيه، ولكن العلامه التجاريه هي اللي بتقدر رفع الاسعار لما فيها بقى من يعني مصاريف كبيره جدا بتحمل في الاخر على المستهلك البسيط. تمام، بشكر حضرتك جدا. اشكرك استاذ احمد شيحه، لانه معايا كمان الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحه الجمارك. اخد رد حضرتك دكتور مجدي على هذا الكلام. مساء الخير دكتور مجدي. دكتور مجدي طيب، هل معانا دكتور مجدي حضرتك معايا؟ طيب هو مش معايا. خليني طيب اقول انه برضو كان في النهارده تصريح للدكتور مجدي عبد العزيز، تصريح لافت جدا للنظر، كان بيقول ان قرارات تنظيم الاستيراد ورفع الرسوم الجمركيه لبعض السلع هو هدفها حمايه المستهلك المصري، وده بيختلف الحقيقه شويتين مع الكلام اللي قاله استاذ احمد شيحه، وطبعا حمايه كمان الصناعه الوطنيه المصريه. الدكتور مجدي قال ان مصر اصبحت بوتقه وسله لجلب نفايات العالم، فعلا هو قال نفايات العالم، وقال كمان ان الاسبوع اللي فات وصلت لنا ثلاث كونترات
فيها نشارة وألواح خشبية بتستخدم في البناء وبها صراصير، وإن موظفين المصلحة وهيئة الرقابة رفضوا فتحها. مساء الخير يا دكتور مجدي. دكتور مجدي مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير، اهلا بحضرتك يا استاذ ايهاب. اهلا بيك. انا كان معايا الاستاذ احمد شيحه رئيس شعبه المستوردين. الصوت بعيد قوي على فكره. طيب هل حضرتك سامعني من التليفون ولا التلفزيون؟ لا انا مش سامع خالص. مش سامع خالص. طيب طيب انا سامع حضرتك، سامعني يا استاذ مجدي؟ وانا سامع حضرتك كده كويس. هايل. طيب دلوقتي كان معايا الاستاذ احمد شيحه وكان بيتكلم الان عن وهو رئيس شعبه المستوردين في غرفه التجاره طبعا، وكان بيتكلم عن انه القرارات الخاصه بتنظيم الاستيراد الصادره مؤخرا هيكون ليها تداعيات على مستويات عده فيما يخص تحديده العلامه التجاريه وهترفع اسعارها بشكل كبير، ردك على هذا الكلام. طبعا يعني مساء الخير للاستاذ احمد شيحه، وهو اخ فاضل حقيقه حضرنا في اكثر من قناه فضائيه انا وهو، ويعني اتفقنا تماما على انه، واعتقد هو اتفق معايا في هذا الامر، انه قرار التعريفه الجمركيه هو قرار صحيح، والطبيعي انه هذا القرار زي ما قلنا انه لا يتعدى من 7 لـ10% الزياده على السلع المستورده. هذه السلع المستوردة لها مثيل محلي، لأنه أثناء الدراسة اللي تمت في الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية تم النظر تماما إلى أنه هذه السلع يكون لها مثيل محلي، وبالطبيعية الزيادة بقى المستهلك المصري قدامه منتجين، منتج محلي لا مساس بسعره ومنتج مستورد زاد الفئة بتاعته من 7 إلى 10% وليس 40% كما يردد بعض الناس اللي هم مش فاهمين. واضح ان هم فاكرين ان المساله ارتفعت 40%، لا هي الرفع من 30 لـ40%. هذا الامر حقيقه المفروض بيصاحبه، وده اللي الاجهزه شغاله عليه، جهاز حمايه المستهلك والاتحاد الصناعات تعهدت معظم الغرف بتاعته المعنيه بالتعريفه الجمركيه اللي تم رفعها، لانه ما فيش مساس وما فيش حد هيرفع اي سعر لمنتج محلي. ده كلام مهم. احنا بنتكلم عن ده كلام مهم يا دكتور مجدي. ما فيش مساس بيها ومحدش هيرفع السعر، يبقى الرفع هيتم على المنتج المستورد بس اللي هو ليه مثيل محلي. كويس قوي. انا عايزه بقى اقف عند النقطه دي، حضرتك بتقول ان ما فيش مساس باسعار المنتج المحلي، والحقيقه انه فعلا هو ده اللي يهمنا، انه المواطن لا يمس. ممكن حضرتك تقول لي كيف ستضمن عدم او كيف ستضمن الدوله عدم استغلال التجار في رفع اسعار المنتجات المحليه برضو؟ والله بص يا استاذ، ايه اليتك علشان تمنعه من رفعها؟ الامر واضح لينا جميعا. فكره استغلال بعض التجار لهذه المساله، هذه الفكره لم تكن مبنيه على رفع تعريفه جمركيه. احنا لسه من شهر ونص بعض الناس في الجهاز حمايه المستهلك بينزلوا يجمعوا معلومات عن الاسعار، بيلاقوا الرفع بيتم بدون تعريفه جمركيه وشيء ملوش علاقه خالص بمستلزمات الانتاج اللي ايوه. كيف تضمن عدم استغلال بعض التجار لده؟ المنتج بيرتفع من 100 جنيه ل 200 جنيه و180 جنيه. فكره انه عندنا بعض التجار اللي بيقوموا باستغلال الفرص والكلام ده كله، المفروض جهاز حمايه المستهلك يتولى هذه المساله، وانه وخاصه واحنا بنتكلم عن انه هذا الجشع لبعض التجار مش مرتبط ب لا اصدار تعريفه جمركيه ولا بضوابط خاصه بالنقد الاجنبي اللي هو تبديل العمله. نتمنى ده يا دكتور مجدي. انا بقول لك بنتمنى هذا الكلام. انا بشكرك جدا دكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحه الجمارك، ونتمنى ان فعلا ما يصلش استغلال لهذا الموضوع وترتفع الاسعار، لانه في النهايه المواطن هو المهم. طول عمرنا بنقول ان الاسعار مش هترتفع، ولكن للاسف هناك من يستغلها. ارجو 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 فعلا انه المره دي لا يتم استغلالها، ودينا هنشوف. بشكر حضرتك جدا. خلونا دلوقتي قبل ما نروح لفاصل، هنروح لفاصل بعد شويه، لكن خلونا نشوف تقرير خاص بشاب مصري اسمه علي عبده، قرر ان هو يلف مصر كلها على موتوسيكل. عمل الموضوع ده في 7 أيام فقط، قطع فيها 5864 كيلومتر بمتوسط 18 ساعة قيادة يوميا. هنشوف التقرير الخاص بيه ونروح لفاصل، نرجع على طول مع الأنبا بيمن. استنونا.
اسمي علي عبدو، مهندس نظم معلومات، 32 سنة من اسكندرية. الحمد لله أنا حققت رقم قياسي عالمي بأطول رحلة على دراجة نارية في 7 أيام، عملت حوالي 7000 كيلو. تقريبا زرت مصر كلها في خلال الرحلة ديت. الناس كتيرة ما كانتش متخيلة إن أنا ممكن أنجح إن أنا أعمل حاجة زي كده، خصوصا بالموتوسيكل القديم دوت. الهدف من الرحلة ديت إن أنا عايز أوصل للعالم كله إن أنا قدرت أروح كل حتة في مصر من غير ما أخاف من أي حاجة، وإن في أمان في الطرق وفي أماكن جميلة يقدر يزورها. هنبدأ إن إحنا نوريكم جزء من المغامرة اللي أنا عملتها. هي طبعا مش بنفس الاكويبمنت وبكل حاجة على الموتوسيكل، بس يعني أقرب ما يكون يعني عشان الناس تبقى متخيلة إيه اللي بيحصل. دلوقتي احنا وصلنا مكان هنعمل فيه ريست، هنريح شويه لان الموضوع بيبقى مجهد جدا. انا ممكن نسوق اكتر من 20 ساعه في اليوم، فلازم ناخد مجموعه ريستات خلال اليوم عشان نقدر ناكل ونشرب ونطمن على الموتوسيكل ان هو تمام عشان نكمل بقيه اليوم بتاعنا. خط سير الرحله يعني الناس كتيره بتسال ازاي عملت 6000 كيلو من غير ما تعدي على نقطه مرتين. والموضوع كان صعب قوي في تخطيطه بصراحه، ان احنا نعمل خط سير ما فيهوش تكرار. الناس قدمت لي كل حاجه ممكن تتخيلها، اللي بيتني عنده واللي غداني واللي اعطاني بنزين واللي خدني وصلني من مكان لمكان، غير تشجيع الناس بصراحه. يعني دي كانت اكتر حاجه خلتني ان انا اكمل. يعني يومنا انتهى، الدنيا ليلت، المفروض نبدا ندور على مكان نبيت فيه في مكان قريب، يعني في حدود المكان اللي احنا فيه. الحمد لله انا نجحت في اللي انا عايز اعمله عشان في ناس طيبه كتيره ساعدتني ومؤمنين باللي انا بعمله، وان شاء الله يعني اامل ان انا اقدر احقق خططي المستقبليه او الاهداف بتاعتي. عندي كذا رقم قياسي اتمنى ان انا اقدر اكسرهم، وعندي موسوعه الكترونيه شامله عن السياحه المصريه موثق فيها كل حاجه تساعد كتير قوي في تنشيط السياحه، بس للاسف محتاجين حد يدعمنا يعني او يساعدنا في حاجه زي كده، ان ده اكبر امكانياتي الشخصيه. أهلا بكم من جديد. في ملفات العلاقات الخارجية للدول هناك الحقيقة دائما دور بارز ودور مهم للقوى الناعمة، ومن أبرز يعني وسائل القوى الناعمة لدى مصر هي الكنيسة المصرية اللي كان دايما ليها دور مهم في أوقات الأزمات وفي زي ما قلت العلاقات الخارجية عندما تحتاج لها الدولة تكون دائما الكنيسة المصرية موجودة وبقوة وبشدة في هذا الموضوع. النهاردة أنا معايا الحقيقة ضيف مهم جدا، مهم على كل الأصعدة ومهم في عدد من الملفات اللي هنتكلم فيها النهاردة. لما نتكلم عن ملف سد النهضة بالتأكيد لازم نتكلم عن دور الكنيسة المصرية كقوة قوة ناعمة مصرية لها دور كبير في محاولة تقريب وجهات النظر في هذا الموضوع. لما نتكلم عن الكنائس وترميم الكنائس اللي تم التعدي عليها سواء بالهدم أو سواء بالتخريب من قبل الجماعة الإرهابية بعد 30/6، والترميم اللي تحدث عنه والإصلاح اللي تحدث عنه وإعادة البناء اللي اتكلم عنه الرئيس السيسي يوم عيد الميلاد المجيد، برضو مهم يكون معايا ضيفي النهاردة. وطبعا عدد من الملفات المهمة كمان اللي هو معني بيها. اسمحوا لي أرحب بضيفي نيافة الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوس ومنسق العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية ورئيس لجنة إدارة الأزمات بالمجمع المقدس. نيافة الأنبا مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا أستاذة ريهام، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، سعيدة طبعا بوجود حضرتك معانا النهارده. وزي ما قلت حضرتك عندك ملفات كتير مهمه، فيا رب ان شاء الله الوقت يسعفنا احنا نتكلم فيها كلها. اهلا وسهلا ان شاء الله، وانا متشكر على الدعوه واحب اتكلم يعني، بس انا مش مهم قوي يعني، لكن الحمد لله هي الملفات اللي معايا هي اللي مهمه. ملفات مهمه وحضرتك ضيف مهم علينا ان شاء الله. شكرا يا فندم، كتر خيرك. طيب حضرتك كنت موجود نيافه الانبا في اغلب زيارات الرئيس السيسي لاثيوبيا. عايز اعرف يعني في الفتره اللي فاتت ما هو الموقف الان من مصر؟ كان في طبعا حساسيات في الفتره اللي هي قبل 30/6 خصوصا بعد الاجتماع الجبار اللي قاموا بيه جماعه الاخوان والمعزول، جماعه الاخوان الارهابيه والمعزول مرسي. طبعا العلاقات كانت قد تاثرت. عايز اعرف في الفتره الاخيره وحياتك لسه راجع الاسبوع اللي فات، قول لي الوضع دلوقتي ازاي الاول بشكل عام. هو في البدايه طبعا يشرفني ان انا اتكلم عن شخصيه محترمه وعظيمه جدا في بلادنا مصر، العظمه لله طبعا،
هو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي قدر يحتوي بأسلوبه وبطريقته وبحزمه وبلطفه وتوصيل المعنى بأقل الكلمات، اللي هو المعنى اللي يحوي الاحتياج المصري أو المصالح المصرية. وكنت مع تشرفت بلقائي أكثر من مرة مع سيادة الرئيس السيسي، مع الوفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية، كان لقاء رائع جدا، ومشوا مبهورين من هذا اللقاء، وطبعا لقاءاتهم مع كل المسؤولين ولقاءاتهم في الكاتدرائية، وبعديها مع قداسة أبونا متياس الأول بطريرك إثيوبيا والوفد المرافق لي مع قداسة البابا تودروس. طبعا كان اللقاء أكثر من رائع وممتع، وده كله انعكس هناك قبل ما سيادة الرئيس يشرف إثيوبيا، لما راح وألقى كلمة مؤثرة شبه أنهم حافظينها في مجلس النواب الإثيوبي، وده كان شيء جميل جدا. وأقول بالفم المليان، سيادة الرئيس السيسي عند الإنسان الإثيوبي العادي له مكان رائع جدا وممتاز جدا، وأتجرأ وأقول في وجود حضرتك كانوا خايفين جدا أول ما سيادة الرئيس السيسي بيجي هو المسؤول عن مصر قبل ما يعرفوه، ولما عرفوه اتبسطوا جدا. كان عندهم قلق يعني قوي لما أصبح رئيس الجمهورية، على أساس أنه هو وزير يعني الدفاع والجيش والقوة، هيبة والاستخدام يعني هيبة الشخصية، يعني هو هنقول هيبة، بس الحقيقة هم كانوا متشككين من الكلام اللي كان عندهم من الخلفية السابقة قبل 30/6. فكان الحوار صريح ووضع على الهواء مباشرة طبعا، وجاله استخدام القوة العسكرية، وأوبا مسك وزير الدفاع هو اللي بيجي يعني ماسك لغاية ما تم انتخابه، كانوا مشدودين ومتخذين. كان مأثر على العلاقات ما بيننا طبعا الفترة دي، وهذا الاجتماع الحقيقة اللي هو كان فضيحة بكل المقاييس، كان مأثر على العلاقات خالص خالص طبعا. يعني هم أصلا يعني ينظروا لمصر بصفة عامة باستثناء فترة السيد الرئيس جمال عبد الناصر، المرحوم جمال عبد الناصر، لكن باقي قبل عبد الناصر وبعد عبد الناصر ينظروا لها بنظرة شك وخيفة وريبة وعدم تقدير، كان شديد جدا. وحضرتك لسه راجع من هناك في الأسبوع اللي فات، ترى أيوه. أن الصورة اختلفت الآن؟ تماما على كل المستويات، تماما تماما. يعني أنا المستويات الدينية على الأقل هي اللي أنا بجابلها، والشخصيات العادية والأراخنة الكبار الإثيوبيين أنا بتجابل معاهم، وهم بيقعدوا معايا ويتكلموا معايا كفرد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. اللغة مختلفة تماما، يعني في شيء من الطمأنينة وفي شيء من الثقة وفي شيء، وكل واحد فيهم يؤكد ويقول، وفي كلام غالي اتقال في وجود قداسة البابا تودروس في زيارته في شهر 9، في اخر شهر 9، من الوفد الشعب الاثيوبي من رئيس جامعة. ايه الكلام اللي اتقال؟ انا عايز طبعا احنا كلنا عارفين اهمية الكنيسة المصرية الحقيقة لدى اثيوبيا، طبعا هي الكنيسة الام يعني، او الكنيسة الام الروحية للكنيسة هناك. فبالتالي بالتأكيد الكلام اللي اتقال لحضراتكم هو كلام مهم، عايز اعرفه، وعايز اعرف الدور اللي بتقوم به الكنيسة المصرية لتقريب وجهات النظر فيما يخص موضوع سد النهضة. هو احنا دايما بنحسس الشعب الاثيوبي، حاضر هرد على حضرتك، بنحسس الشعب الاثيوبي ان الشعب المصري بيحبه من خلال الخدمات اللي احنا بنقدمها، واحنا بنقدمها باسم مصر اللي بتقوم بيها الكنيسه، اللي يعني بتقوم بيها الكنيسه. والحمد لله ان الدوله بدات كمان تمد ايدها، خصوصا في النواحي الطبيه، يعني النواحي الطبيه ده خدمه رائعه جدا، وهناك في نقص وعدم خبره كمان كبيرة واحتياج شديد للخدمات الطبية هناك في إثيوبيا. فاحنا بتطلع الميديكال ميشن من عندنا عليها اسم يبقى مصر، يبقى القوافل الطبية، القوافل الطبية بتخصصات ومعاهم الأدوية. دي حقيقة أنا كنت هناك السنة اللي فاتت وسجلت الحقيقة معاهم ومع القائمين على القوافل دي، الحمد هو لله مجهود محترم الحمد لله. وهم ده بيعمل رد فعل غير عادي،
ان مصر بتحبنا والشعب المصري بيحبنا، وده كان مهم جدا ان احنا ننقله للشعب الاثيوبي والمسؤولين. يعني حاليا كتير من السادة المسؤولين احنا يتكلموا عننا باحترام شديد وبلطف شديد، خصوصا وزارة الصحة، وزارة الأديان، اكتر من وزارة من الوزارات اللي اتعاملت معانا بطريقة مباشرة. انا بقول لحضرتك في زيارة قداسة البابا طوادروس في نهاية شهر 9 2015، وقف رئيس جامعة بروفيسور كبير، كان واحد من افراد الدبلوماسية الشعبية، وقال له: يا قداسة البابا، ارجو ان تبلغ هذه الرسالة لمصر، لو ارادت الحكومة الاثيوبية الضرر بمصر في موضوع المياه، نحن كشعب اثيوبي لن نسمح لها بذلك. هيعملوا ايه؟ كيف لن يسمحوا؟ الكلام ده اكده رئيس مجلس النواب الاستاذ عبد الله حميده وجميده، وهو ده كان من ضمن رئيس الدبلوماسيه الشعبيه اللي جاء لما رحنا له، هو رئيس مجلس النواب في ذات التوقيت. اكد هذا الكلام وقالوا: بالسلطه المخوله لنا من الشعب الاثيوبي احنا نقدر نمنع الحكومه كسلطه تنفيذيه، واحنا كسلطه تشريعيه نمنحهم قانونيا بعدم المساس بمصر. طبعا كان كلام رائع جدا، والحقيقه كان قداسة البابا دايما ردوده يقول لهم: نأمل هذا ونرجو ان المتخصصين في الدولتين والمكاتب الفنيه تقرر الكلام اللي انتم بتقولوه، انكم انتم سد النهضه لن يضر بمصر ولا بحصه مصر ولا بشعب مصر في حصة المياه. طيب، هو مش بس رئيس مجلس النواب اللي أكد الكلام ده لحضراتكم، أفتكر الكنيسة كمان أكدت لكم أن هي لن تسمح بالإضرار بحصة طبعاً مصر. طبعا الكنيسة دايما بتؤكد هذا الكلام وبتقول مفيش النية، وإحنا يعني بتتكلم بلغة رائعة جدا الكنيسة، خصوصا في زيارة قداسة البابا طوادروس الأخيرة ده، هي زي ما بقول لحضرتك الحقيقة كانت استقبالات مبهرة في بلاد مختلفة، مش في أديس أبابا بس، في بلاد مختلفة. يعني احنا رحنا كنا في أديس أبابا، ورحنا أكسوم دي العاصمة الروحية الدينية لإثيوبيا، ورحنا بلد اسمها جندر، وبرضو دي بلد ضخمة جدا، محافظة ضخمة جدا، ورحنا منطقة أثرية بس بلد شعبية برضو اسمها لالابيلا. في كل البلاد دي كان الاستقبال لقداسة البابا يعني أنا فاق الخيال بالنسبة لي، لأنهم بيستقبلوا حد جاي لهم من مصر، جاي من اسكندرية، جاي ببركات مرة مرقص. ما هو مش أي حد، ده قداسة البابا برضو. يعني برضو يعني أرجو أن أنا أوضح لحضرتك أن هم دايما كانوا يقولوا أن احنا تحررنا من الكنيسة المصرية من 1959، وبعدين بطلوا يجيبوا اي حوار عن الكنيسة القبطية. فين على ما رجعت العلاقات في ايام البابا شنودة، في اخر حياة البابا شنودة ربنا ينيح نفسه، وابونا باولوس اللي تنيح برضه، وبعدين استؤنفت فيه على مستوى جدي لغاية ما جاء ابونا متياس هنا، وراح قداسة البابا طوادروس هناك. بس هم القادة ما كانوش بيتكلموا كما يليق عن الكنيسة القبطية. طيب، الحمد لله ان الامور انصلحت، ولكن حضرتك بتقولي انه الكنيسة الاثيوبية اكدت ان هي لن تسمح بالاضرار بحصة مصر يعني من المياه. ايه رأي حضرتك في الرأي اللي البعض بيقولوا انه الكنيسة الاثيوبية لا تملك الان التأثير اللي كانت بتملكه في الماضي على دوائر الحكم وصنع القرار في اثيوبيا؟ هو برضو يعني اوضح لحضرتك، هما دايما يقولوا لن نسمح بضرر يحدث للشعب المصري اللي احنا بنحبه والشعب الاثيوبي بيحبه. يعني ما بيتحطش بين قوسين، لكن هو الضرر مش حصة المية، الضرر يعني. يتفهم القصد طبيعي، احنا بنتحاور عن هذا الامر. وهي فعلا من بعد الهيلة سلاسي الدولة بقت علمانية، فصلوا الدين وبيجي فيه وزارة للأديان عن الدولة للسياسة، ما بجيش التأثير مباشر. لكن استسمحك وأقول لحضرتك أنه كونهم يتكلموا بلغة لطيفة ولغة جميلة
ولغة فيها حب وفيها ود تجاه مصر تجاه الكنيسة القبطية، فهم يعني هم القوة المؤثرة على نوابهم وعلى حكومتهم. مش ممكن يعني الحكومة تقصد انه التأثير موجود حتى وان لم يكن بشكل مباشر، كقوة ناعمة، كقوة ناعمة مؤثرة لها صوت واضح ومؤثر في يتعمل لها حساب شديد هناك في اثيوبيا. ممتاز. قبل ما اترك هذا الملف وانتقل لترميم الكنائس، بس سؤال اخير فيما يخص السودان، يعني مدى تواجد الكنيسه المصريه ايه في السودان، وهل ممكن يبقى لنا تاثير على الموقف السوداني بحيث يكون داعم بشكل اكبر لمصر؟ هو طبعا مش هقول جاليه، لكن السودانيين الاقباط اللي في السودان الشمالي لهم تاثير ولهم تواجد ولهم يعني قوة اقتصادية كويسة قوي، ويعني برضو أعتقد أنهم قوة ناعمة. وأنا لما بروح السودان الشمالي طبعا الخرطوم وأم درمان والمناطق الشمالية بحس أنه ليهم تقدير شديد من رجال الحكومة السودانية، لكن الحقيقة يعني ما فيش اعداد كبيره منهم داخل الحكومه او الجهاز التنفيذي، لكن في بعض اعضاء مجلس الشعب السوداني من الاقباط، اللي جذورهم مصريه لكن هم سودانيين. جنوب السودان احنا اقليه، ما فيش اعداد أقباط. يعني التأثير الأكبر في إثيوبيا. طبعا التأثير الأكبر في إثيوبيا والتأثير المباشر في إثيوبيا. تمام. اسمح لي نيافة الأنباء قبل ما نكمل كلامنا عن الكنائس وترميم الكنائس، في تقرير بخصوص هذا الموضوع، بخصوص الكنائس اللي تم تدميرها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، نشوفه ونرجع نكمل حوار. شكرا فندم. بصمات هجمة شرسة لا تزال ترمي بآثارها على معالم مبنى كنيسة الأنبا موسى الأسود بالمنيا لمدة تقارب السنوات الثلاث، وبينما يدلف مكرم الرجل الستيني أحد أبناء هذه الكنيسة، كانت صلاة العصر قد وجبت لهؤلاء العمال الذين اتخذوا مواقعهم هنا قبل 20 يوما لإزالة آثار خراب حل بكنيسته، حاجباً رأسه من آثار حطام يتساقط من آن لآخر من فعل طرقات العمال. تربيت فيها أنا وولادي وتعمدت فيها وكللت فيها، وولادي بيحضروا مدارس أحد فيها، وأنا بصلي فيها الأعياد والمناسبات وفي الأفراح وفي الأحزان بنكمل عباداتنا وطقوسنا الدينية الأرثوذكسية في الكنيسة. هجم عليها البربر بربر من جميع النواحي من جميع الاتجاهات. مكرم واحد من مئات المسيحيين الذين ينتمون إلى هذه الكنيسة التي شهدت تعميدهم وزواجهم قبل أن تبصر أعينهم نيرانا تلتهم كل ذكرياتهم داخلها. مثله مثل غيره تطربه الآن أصوات العمال، ولا تنقطع صلاته طلبا أن تزال آثار الاعتداء عن بيت ربه. المفروض ان الحياه دي كانت من 5 6 شهور اتبنت، من سنه بكثيره، لكن يديني 3 سنين وكتر خيره هو قال انا متاسف على التاخير. كنيسه الانبا موسى الاسود واحده ضمن 60 كنيسه على الاقل تم الاعتداء عليها عقب ثوره 30 من يونيو وفض اعتصام رابعه بحسب مصادر بالكاتدرائيه، من بينها كنيسه الامير تادرس بالمنيا، المحافظة ذات النصيب الأكبر من الكنائس المحترقة في الأحداث التي اتهمت الجماعات الإسلامية بافتعالها. لكن الشريف الذي يسكن بجوارها يعرف أن المبنى الأصلي الأثري يعود بناؤه 100 عام مضت، لكنه لم يعد أثرياً، فالأساسات انهارت وطرح أرضاً وأعيد بناؤه قبل أن يسلم في 11 نوفمبر الماضي. فلما بدأت الهيئة الهندسية في شهر يناير كان شعب الكنيسة مرتبط، وإحنا مرتبطين عاطفيا، كنا نيجي كل يوم نشوف الكنيسة وهي بيهدوا فيها ونسأل. كان يعني عايز أقول لك كانت مشاعر ممزوجة بالفرح والحزن. فرح
ان هيبقى عندنا كنيسه جديده كبيره هتلمنا كلنا تاني. حزن على المكان اللي فيه ذكرياتك كلها. كتير من اصحابي اخواتي المسلمين مبروك بعد ما افتح الكنيسه فرحانين. يعني حد في واحد من زملاتي كان بيقول لي جمله، كل ما بعدي بمشي بحس ان انا متضايق بودي وش بعيد، لكن لما بقى اتبنى المكان بمشي كده وانا مرتاح. صلاه اخيره يتوجه بعدها شريف الى عمله، تاركا خلفه ميراثا من ذكريات الصلوات ومدارس الاحاد داخل جدران ربما لم تعد كما كانت. ولكن كم من جدران كنائس أخرى تنتظر يد الترميم. تبدلت الحال الآن وعادت الصلوات والأكاليل إلى هذه الكنيسة الأثرية التي ظلت لقرابة 3 أعوام مجرد ركام وأثار حرائق. ربما فقدت كنيسة الأمير طدر صفاتها الأثرية، ولكن ذكريات المصلين باقية والصلاة قائمة. هالة أنديل، تلفزيون النهار. لا أنا كنت في الإبرشية بتاعتي. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ومستمرين في حوارنا مع نيافة الأنبا بمن أبونا مرة تانية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا أهلا بحضرتك مرة تانية. عايز أنتقل للموضوع اللي شفناه في التقرير. الحقيقة هو موضوع مهم جدا، وإحنا تابعنا يوم عيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي لما راح الكاتدرائية لتهنئة، مش أنا ما بحبش أقول تهنئة الأقباط المسيحيين، لتهنئتنا كلنا الحقيقة بالعيد. يوميها الحقيقة أنا حسيت إنه في هدية بتتقدم لينا كلنا، وهي ترميم وإصلاح الكنائس، هو وعد إن ده هيتم قبل نهاية هذا العام. عايزة حضرتك تديني فكرة عن يعني الكم أو العدد اللي محتاج ترميم واللي مفروض أن هو يتم إن شاء الله السنة دي. هو طبعا في البداية شكرا للسيادة الرئيس، وهدية مفرحة لكل المصريين بوجه العموم وللأقباط على وجه الخصوص، ويعني داوت جراح كتيرة خالص 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 خالص، ويعني أدخلت البهجة وخلتنا نحس إن يعني بلدنا بخير والقيادة بتاعتها بخير وفي خير جاي كمان ومستقبل مشرق بإذن الله مصر إن شاء الله. الإجمالي اللي تأثر، مش هقول اتدمر، تأثر 66 موقع على مستوى يعني الجمهورية. الاعتداء وقتها كان على 66 على 66 موقع، وفي بعض المواقع اللي يعني أكتر من غيرها، يعني حاجات بسيطة وما تمش الإبلاغ عنها وإحنا ما رحناش عيناها. دول برة 66 كمان. دول برة 66. الحقيقة طلعت لجان متخصصة من هيئة بحوث البناء ومن مكتب الأستاذ الدكتور ميشيل بخوم أحمد محرم ومن الهيئة الهندسية التابعة لمجلس كنائس مصر اللي هي تابعنا والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كان 4 لجان بيروحوا يقيموا ويشوفوا الخسائر ويشوفوا الرؤية لكل منشأ، واتقسمت على عدة مراحل فيهم حاجات الدمر التدمير كلي، حاجات الدمر التدمير مؤثر، وفي حاجات الدمر التدمير جزئي، وفي حاجات احتاجت بس يعني تصليحات ترميمات يعني وتصليحات وفرش فرنيتشر يعني ليها وكده، وفي حاجات متأسف تمت سرقة محتوياتها والعبث بمحتوياتها دون المساس بالمبنى نفسه يعني. هل حسبتم تكلفة ترميم هذه المواقع؟ حتى بتقولي مواقع لأن هي مش كنائس بس. لا مواقع كلمة مواقع تشمل كنائس، مدارس، مباني خدمات، مباني سكنية، منشآت دينية. دي كلمة موقع. الاعتداء كان على يعني مجموعة متنوعة من من هذه المواقع. أنا بتكلم كمان على الناحية الكنسية فقط، كلها مباني كنسية، لكن في اعتداء على بيوت طبعا وعلى أشخاص وعلى أشخاص وكده. ده يعني شق أنا يعني بعدنا عنه، ويعني الدولة طبعا تكرمت مشكورة بالقيام بدورها في هذا المجال. طيب تكلفة ترميم هذه المواقع يعني هل في تكلفة تقريبية ممكن طبعا نقولها؟ حوالي 200 مليون و4 إجماليها كلها حوالي 200 مليون و4، وده على فكرة كان توافق عجيب جدا بين كل لجنة من اللجان الأربعة اللي قيمت، وكلنا لقينا بنتكلم تقريبا في أرقام واحدة لكل منشأة على حدة. وطبعا تم البدء فورا. يعني هل الكنيسة الأول تحملت أي جزء من ما تحملتش أي جزء من التكاليف؟ لم تتحمل مليم واحد. أما إن كان في راعي كنيسة المجاول استعطفه
لغاية ما يصرف وقال له اديني فلوس عشان ازود عمال علشان اجيب مواد بناء. ممكن يكون اداها له وياخدها تاني من الدولة بعد. كله اخذ كل فلوسه. محدش خالص على نفقة القوات المسلحة. على نفقة القوات المسلحة، وانا اقول على نفقة الدولة. يعني انا القوات المسلحة طبعا مجلس الوزراء هي في النهاية حاجة. الدولة. لكن النهاية هي الدولة ودولتنا الغالية مصر، وطبعا ده يعني شرف وبركة كبيرة. المرحلة الأولى كانت 69 مليون في 10 مواقع فيهم 10 كنائس وتسع منشآت. يعني زي ما قلت لحضرتك الموقع ممكن يبقى فيه مبنى واثنين وثلاثة. دول تم إصلاحهم خلاص. دول تم إصلاحهم وتسليمهم كويس. سنة 2014 كويس. و2015 عملنا 10 مواقع تانيين، بس كانت تكلفتهم قليلة حوالي 9 مليون ونص. ودول 10 كنائس الحاجات اللي كانت عايزه ترميم دقيق او ترميم يعني في حدود مليون مليون و200 800000 400000 في الحدود ده. هي كويس. والسنه دي ان شاء الله عندنا 23 موقع. اللي فاضل ايه؟ 23 موقع اللي فاضلين الحقيقه. في 22 موقع تم ترميمهم بجهود ذاتيه وبمبادرات فرديه. يعني شخص يقول لا انا اللي هرمم، انا هاخد بركه الكنيسه دي، انا هاخد بركه المبنى ده. في 22 مبنى تم 22 موقع تم ترميمهم بجهود ذاتيه بجهود فرديه. وال 44 منشاه ال 44 موقع الباقيين زي ما قلت لحضرتك في 2014 10 مواقع، 2015 10 مواقع، في 2016 ان شاء الله 24 موقع مش 23 موقع متأسف. وبإذن الله كله ينتهي هذا العام إن شاء الله. العمل بدأ، وكفاية أن أنا أقول لحضرتك أن كنيسة ماري جيرجس في العريش بدأوا الهدم وإعادة البناء، وده كان من أكثر المواقع الحساسة اللي فيها طبعا اللي مكان يعني بيحيطه المكان لسه ما زال يعني ربنا ينصر جيشنا هناك وشرطتنا هناك ويتغلبوا على العوائق اللي موجودة، وإن شاء الله المواقع كلها شغالة. يعني احنا شغالين في هدم وإعادة بناء تقريبا تسع مواقع اللي هم التجال، والباقي كله ترميمات. فيهم كنيستين أثريتين، هيئة الآثار هتتولى الإشراف على طريقة التنفيذ، والمجاولين العرب أخذوا أمر إسناد وبدأوا يشتغلوا فيهم. وفي ثلاث كنايس فيه عايزين ترميم فني دقيق. كنايس الكاثوليك هي فيها تماثيل وفيها فرسكات على الحوائط سواء في السويس او في اسيوط، لكن الشغل شغال كويس جدا جدا الحمد لله ان شاء الله. سؤال يعني اخير لحضرتك ابونا، عايز اسال حضرتك ايه اللي انتم منتظرينه من مجلس النواب الحالي؟ وايه القوانين اللي من المفترض ان هي تعرض علينا؟ عارف طبعا قوانين الاحوال الشخصيه وكل ده كان في جدل كبير حوالي، قولي ايه اهم ما سيطرح البرلمان؟ هو طبعا يعني المفروض في الدوره الحاليه هو طبقا للدستور الجديد اللي احنا وافقنا عليه الشعب المصري كله، المفروض ان يصدر قانون تنظيم بناء واعاده بناء وترميم الكنائس. وده مهم جدا الحقيقة، هيحل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ويريح ويستريح يعني يعطي الحق. وأنا أبقى عارف اللي مطلوب مني، المسؤولية اللي عليا، وإيه الحق اللي ليا إن أنا يعني، وده الحق اللي كفله الدستور بحرية ممارسة العبادة مكفولة من الدستور. ده أكتر حاجة الحقيقة نحن ننتظرها من الدورة الأولى في مجلس النواب الحالي. طبعا ولنا الهم العام التشريعات الخاصة بالاقتصاد والتشريعات، طبعا دي بتمثلنا دي المصريين كلهم دي طبعا كل المصريين بالتأكيد. طبعا أنا بشكر حضرتك جدا نيافة الأنبا بيه من أسقف نقادة وقوس ومنسق العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية ورئيس لجنة إدارة الأزمات بالمجمع المقدس، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا أستاذ رهام، وشكرا لقناة النهار على هذه الاستضافة. أشكرك يا فندم. شكرا. ودلوقتي نروح لفاصل، وكيف يتحقق شعار الثقافة في المواجهة لمحاربة الفكر المصري.
متطرف. اسمحوا لي ده حواري مع وزير الثقافة الأستاذ حلمي النمنم بعد الفاصل. استمع. أهلا بكم من جديد. ضيفي وزير الثقافة الأستاذ حلمي النمنم، هتكلم معاه في ملفات كتير، يمكن أولها شعار معرض الكتاب الثقافة في المواجهة. طب إزاي في ظل قضايا حبس المثقفين بتهمة ازدراء الأديان، آخرهم إسلام بحيري، فاطمة نعوت مهددة الآن بنفس المصير، هنواجهه أيضا بملفات أخرى زي تغلغل الإخوان وكتابهم وكتاباتهم داخل معرض الكتاب، إزاي أيضا بيرى هذا الموضوع وهل ممكن يكون له حل ولا لأ؟ هنتكلم معاه الحقيقه في دور الوزاره في المعركه اللي بتاخدها الدوله في الحرب ضد الارهاب، فين دور قصور الثقافه المنتشره في انحاء الجمهوريه، غيرها من القضايا ان شاء الله الوقت يسعفنا ونقدر نتكلم فيها كلها مع ضيفي سياده الوزير حلمي النمنم. مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. اول حاجه كنت عايزه اتكلم حضرتك فيها الحقيقه هو شعار الثقافه في المواجهه واللي موجود الان طبعا ضمن معرض الكتاب، هو شعار مهم جدا سيادة الوزير. أولا كيف تكون الثقافة في المواجهة؟ الثقافة في المواجهة لأنه مصر زي ما أنا قلت إحنا بقالنا عدة سنوات بنتعرض مش لموجة إرهابية، إحنا بنتعرض لحرب استنزاف حقيقية، عمليات إرهاب وعمليات عنف. كتير من الناس بيتصوروا ان دي زي التجربة اللي فتنا فيها في التسعينيات، ودي تجربة مختلفة تماما. في إرهاب التسعينيات كان الجماعة الإرهابية وقتها كانت الجماعة الإسلامية والجهاد، كان شغلهم موجه تحديدا تجاه وزارة الداخلية وتجاه عدد من الإعلاميين وتجاه عدد من المثقفين، وعشان كده جرت محاولة اغتيال نجيب محفوظ واغتيال فرج فودة، وجرت محاولة اغتيال الأستاذ مكرم محمد أحمد، وجرت عمليات قضايا الحسبة اللي كانت منتشرة وقتها. المرة دي المسألة مختلفة، لكن في تجربة التسعينات مثلا كانوا محيدين الجيش تماما، ما توجهوش ضده بأعمال إرهابية، بل عملية الأقصر الشهيرة كان أحد أهدافها الأساسية هو قيام بعمل عنيف تجاه السياحة يثبت عجز وزارة الداخلية وعجز النظام الرئيس الأسبق مبارك عن أن هو يحمي السياح ويحمي البلد، فيقوم الجيش ينقلب على رئيسه وعلى النظام. لكن هذه المرة الجيش مستهدف، القضاء مستهدف، كل مؤسسات الدولة مستهدفة بما فيها المثقفين والمبدعين. وبالتالي هو إرهاب أصعب من إرهاب التسعينيات. إرهاب التسعينيات كان الهدف منه إحراج النظام لأنه يدخل معهم في تفاوض. الأمر هذه المرة الإرهاب هدفه إسقاط الدولة نهائيا وتماما، وإن اللي حصل في ليبيا يحصل هنا، واللي حصل في العراق يحصل بعد 2003، واللي حصل في سوريا والصومال وغيره. طيب الأعمال العنف والإرهاب والجرائم اللي بتتم بتتعامل معها قوات الشرطة وقوات القوات المسلحة في سيناء في مقاومة الخارجين على القانون، لكن مشكلة هذه الجرائم وهذه العمليات الإرهابية إنها بتنطلق من أفكار معينة، أفكار بعينها وتصورات بعينها. هذه الأفكار والتصورات لن تتعامل معها القوات الأمنية ولا تستطيع أن تتعامل معها، يبقى الفكر بالفكر، لابد من هنا أن تكون الثقافة ومعرض الكتاب في المواجهة. عشان كده كان اختياري لهذا الشعار. كان اختيار حضرتك لهذا الشعار؟ كان، لانه معرض الكتاب بدا الاعداد ليه قبل انا مشرف بان اكون وزير، كنت مشرف على الهيئه المصريه لعمل الكتاب. طيب حضرتك بتقول انه مهم كان بسبب طبعا هذه الاحداث او الوضع اللي احنا بنعيشه، مهم هذا الشعار الان انه يكون في معرض الكتاب، الشعار الثقافه في المواجهه. ازاي ممكن يتحقق هذا الشعار واحنا عندنا النهارده ما زلنا قضايا ازدراء اديان يا سياده الوزير؟ قضايا اللي حاصله اللي عندنا سبب اساسي فيها مشكله تشريعيه. احنا عندنا قوانين في قانون العقوبات وفي قوانين في الاجراءات الجنائيه، احنا عندنا قوانين بعضها بيعود للقرن التاسع عشر ولم يعد خلاص زمن الذي صدرت فيه القوانين وأسباب صدورها تقريبا معظمها لم يكن قائمة. وعلى سبيل المثال مثلا قانون ازدراء الأديان صدر المادة بتاعة
98 الخاصة بالزراعة الأديان دي صدرت في عام 82 في بداية عهد الرئيس مبارك، وكان المستهدف الأساسي منها هو حماية المواطنين المسيحيين المصريين في الصعيد، وتحديدا لما كان في أسيوط والمنيا في بعض القرى كانوا السكان يخرجوا يقوموا الصبح يلاقوا أن علامات الصليب ومكتوب تحتها كلام مسيء لحقهم ومسيء لديانتهم وعقيدتهم. هذا القانون، هذه المادة ولا يستخدم وضع الآن أبدا في هذا الشكل، على العكس رقم واحد هو بيستخدم في غير ما وضع ليه تماما. اثنين، حتى حماية الدين الإسلامي لو أن هناك مشكلة مش هتيجي بهذا الشكل، إنه زي ما الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر طلع بيان إن الفكر بالفكر والرأي بالرأي والرأي بالرأي، فإحنا لابد جزء من الموضوع يتعلق بالجانب التشريعي. ولما نتكلم عن الجانب التشريعي يبقى إحنا بنقول بشكل أساسي البرلمان، مهمة البرلمان رقم واحد هو مراقبة أداء الحكومة، رقم اثنين هو التشريع. ده طبعا واجب الحكومة أنها يمكن أن تقترح على البرلمان تشريعات بعينها، وده أظن ده من يعني مثل هذه المواد في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية احنا اتكلمنا فيها، أنا تحدثت فيها مع معالي وزير العدل ومع معالي وزير الشؤون البرلمانية سيد المستشار العجاتي في أنه إمكانية أن احنا نعمل مشروع لتعديل مثل هذه المواد، مش مادة دي بعينها. وده مش معناه حتى لا يفهم الموضوع غلط أن احنا بنقر أن يكون هناك إزراء أديان، لأنه الأصل في الأشياء أنه لا يكون هناك إزراء أديان، لكن إذا حدث ده لا قدر الله يبقى التعامل معه بشكل آخر. بشكل آخر إزاي؟ لأنه الحقيقة أنه هذا القانون لحياتك نفسك بتقول أنه هو بيستخدم في غير موضوعه، أنه هو وضع في زمن غير الزمن وظروف غير الظروف. الحقيقة هو الآن يستخدم بالفعل كسيف مسلط على رقاب المثقفين. ما إحنا وده صحيح، وعشان كده جزء من المسألة القضية التشريعية. اثنين، جزء آخر أنه يتكون رأي عام قوي مناصر للمثقفين وانه يتبنى هذه القضيه. يعني مثلا انا فاكر لما كنا في نقابه الصحفيين وصدر القانون 93 لسنه 95 احنا اللي صرنا ضد هذا القانون وكسبنا المعركه، رغم ان كان النظام وقتها بالغ التشدد وبالغ الصلف، لكن كان جزء من ان احنا كسبنا المعركه ان احنا نجحنا ان احنا نكسب الراي العام الى جوارنا. يبقى ينبغي في هذه المعركه ان احنا نكسب الراي العام الى جوارنا، وده أنا مش شايف إن ده حصل مع الأسف الشديد. في جزء تالت إنه في النهاية لما تبقى في قضية منظورة أمام القضاء ينبغي التعامل معها بجدية. بمعنى إنه في نفس التوقيت اللي فيه القضايا اللي حضرتك بتتكلمي فيها كان في قضية أخبار الأدب الرواية أحمد ناجي اللي نشر فصل من روايته فيها ورفعت قضية، والحمد لله القاضي برأهم تماما، انتهى الموضوع برأها لأن كان في دفاع حقيقي ودفاع قوي. وكان في جزء الحقيقة في مثل هذه الموضوعات يتعلق بالقاضي وبالقضاء نفسه، إنه أي قانون في نهاية الأمر في تطبيقه وأي اتهام جزء من الحكم اللي بيطلع اللي هو قناعة القاضي وتقدير صح. القاضي صح. في قضية الدكتور طه حسين سنة 26 لما محمد بك نور حقق معاه كان رئيس النيابة العامة انتهى إلى نتيجة بالغة الأهمية. النتيجة الأولى أن الدكتور طه حسين أخطأ كباحث، لكن النتيجة الثانية هو لم يجد أن لديه قصدا جنائيا، لم يتوفر لديه قصدا جنائيا وبناء عليه حفظت القضية. هل الباحث لديه قصد جنائي او ليس لديه قصد جنائي؟ ده محدش هيدخل في ضمير القاضي طبعا، دي حاجه داخل نيته، لكن ده في نهايه الامر يحتاج الى دفاع قوي ويكون عنده حجه قويه يبذل جهد في القضيه. مع وجود راي عام قوي ممكن ان مثل هذه القضايا على الاقل ما تتخسرش. طيب ده طبعا التاريخ يعني فيما يخص الدكتور طه حسين. الحاضر دلوقتي عندنا اسلام بحيري في الحبس، وعندنا فاطمه نعوت مهدده بنفس المصير وهي موجوده معانا على التليفون، اسمح لي نسمعها سياده الوزير. الكاتبه طبعا والاديبه الاستاذه فاطمه نعوت، مساء الخير واهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه فاطمه. الو، مساء الخير واهلا وسهلا يا استاذه فاطمه. انا مش سامعه الاستوديو خالص استاذه. الو ايوه انا سامعه حضرتك، سامعاني؟
استاذة فاطمة، انا كنت اتمنى ان اسمع الاستوديو واسمع. الو، ايوه انا معاكي يا استاذة فاطمة، معاكي، واحنا معانا وزير الثقافة. اتفضلي. اهلا اهلا معالي الوزير وكلاء صديق عزيز. كنت اتمنى اسمع كلمة معالي الوزير قبل ما اتكلم. طيب انا هقول لحضرتك هلخص لك. طبعا سيادة الوزير يرى انه بس يا ريت تعالي صوتك، انا في القطار. انا بعلي اهو قد ما اقدر. حاضر يا فندم، حاضر يا استاذه فاطمه. كان سياده الوزير بيتحدث الان انه المواد الخاصه بازدراء الاديان في قانون العقوبات، الحقيقه انه هذه المواد هي في غير زمنها، ان هي عندما صدرت كان هناك ظروف مختلفه انها تستخدم حتى في غير موضعها، وهو بيقول ان احنا في حاجه لتشريعات اخرى او لتعديلات في هذه المواد من خلال البرلمان. فانا عايزه اعرف موقفك الان ايه، وعايزة اعرف شايفة يعني شايفة المثقفين تعاملوا مع قضيتك ازاي؟ هل وقفوا بجانبك ام خذلوك؟ تمام. طيب بداية الاستاذ حلمي لمم يعني هو ليس ناشئا عن النسيج الثقافي، وهو احد كبار التنويريين الحاليين في مصر، وهو يعني احد حملة مشاعر التنوير من زي طه حسين ومحمد عبد الامام محمد عبد وغيره الى اخره. فنحن محظوظون بوزير شهاده في هذه اللحظه الحرجه المختلفه في تاريخ مصر. وطبعا هو له يعني دراسات معمقه وكتب نيره وقيمه في نقد تراث حسن البنا وسيد قطب الى اخره، ومن يقرا هذه الكتب يعرف كيف تفكر هذه العقليات الاخوانيه وكيف دمرت واسرقت كل الوان وصنوف الارهاب التي نراها في العالم. تمام. فدي البدايه. الماده التي حكم بها 98 واو من قانون العقوبات، هذه الماده اصلا هو معروفه بقانون ازدراء الاديان. هذه الماده للعقوبه يعني نشات في بدايه الامر لحمايه المسيحيين من غلاة المتطرفين الاسلاميين. صحيح. الذين كانوا بدا في وده اللي كان بيقوله فعلا من شويه سياده الوزير يا استاذه فاطمه. انا عايزه اعرف ده اللي كان بيقوله دلوقتي وبيأكد عليه سياده الوزير ايضا يا استاذه فاطمه، يعني ظروف صدور هذه موقف المثقفين منكي كان ايه؟ نعم، موقف المثقفين من قضيتك عامل ازاي؟ نعم، المثقفون الان فقط بعد الحكم عليا وبعد قضيه اسلام البحيري وقضيه فاطمه نعيد بداوا لاول مره في تاريخهم يجتمعون ويشعرون بالقلق، رغم انني منذ عام ونصف منذ بدايه قضيتي بكتب لان اولئك المتطرفين وانا بعتبرهم المجاهدين الذين يعني الفقراء الى الدين اصلا، دول ضعاف جدا، لان من يواجه الراي بالرصاصه او بالخنجر او بالقضيه الدعوه القضائيه هو شخص ضعيف وفقير وما عندوش حجه، الحجه تقابل بالحجه كما قال ابن رشد. هم ضعاف ولكنهم يستقون من فتاتنا ومن ضعفنا ومن عدم مقدرتنا نحن المثقفين والجماعه الثقافيه على تكوين جبهه صلبه، فلذلك يدخلون من تلك الثغرات. لاول مره المثقفين الان يجتمعون ويحاولون ان تكوين هذه الجبهه. ارجو ان يعني ما تكونش بس بسبب قضيه او بسبب حاجه طارئه، ولكن يكون موقف حقيقي صلب ودائم. وزاره الثقافه لا تستطيع ان تلغي حكما قضائيا، ونحن لا نطالب بالغاء حكم قضائي لان القضاء سياده ونحن نحترم القضاء. القضاء والقاضي شخص محترم يقوم بتنفيذ نفس امانه، ولكننا نطالب باسقاط هذه الماده لانها ماده غير دستوريه ولم يعد لها مكان الان، وماده هلاميه تستطيعين بموجبها ان تسجل اي شخص تقدري تقولي عليه ده ازاي اسلام. تمام، انا بشكر. اتفضل. حتى ايضا دعاء الاسلاميين نفسهم، انا فاطمه نعود استطيع ان اقتص من كلامه ما يجعله مدانا بهذه الماده وازدار الاسلام، لذلك هي ماده لكننا لا نسعى مثلها، لذلك هي ماده مضحكه وغير انسانيه على الاطلاق ولا تناسب دوله محترمه اصلا، فغير انها ماده غير دستوريه ولا تناسب دستور 2013 2014 الذي اتقص حوله الشعب، فلذلك سقوط
الماده واسقاط هذه الماده عن طريق البرلمان وعن طريق الضغط الشعبي على هذا ودور وزاره الثقافه ان تطالب فيها اسقاطها يسقط الاحكام عننا عن الاسلام وعني وغيره. فنحن نحترم القضاء ونؤكد على احترامنا للقضاء ولكننا لا نحترم هذه الماده ماده 98 من واو من قانون العقوبات لانها ماده غير منطقيه وغير تمام. زي ما بقول لك انا استطيع ان اجيب بها اكبر داعيه اسلامي في العالم بان اقتص من كلامي ما يكفي انني بأنه الضرر. تمام، أنا بشكرك جدا أستاذة فاطمة نعود، شكرا ليكي الكاتبة والأديبة أستاذة فاطمة نعود. يا أستاذ حلمي، سيادة الوزير، حياتك من شوية بتتكلم عن أنه الفكر لا يحارب إلا بالفكر، وده كلام محترم جدا، وحضرتك زي ما قالت أستاذة فاطمة من أكتر الناس اللي بتحارب هذا الفكر الإرهابي المتطرف. إحنا عندنا الآن في هذه الفترة تحديدا محتاجين نحارب هذا الفكر بالفكر اللي زيه، كيف نفعل ذلك وإحنا عندنا أي حد ممكن يجي؟ واحنا شفنا ده مثال حي في موضوع اسلام بحيري، اي حد يجي يحاول ان يواجه هذا الفكر بالفكر ممكن يجي يرفع عليه قضيه ازدراء اديان ويحبس. الرئيس قال ان هو يريد تجديد الخطاب الديني، فمن خرجوا لمحاوله ان هم يحاربوا الفكر بالفكر الان خلف القضبان. لا يعني في بالنسبه لقضيه الشاعره والكاتبه الاستاذه فاطمه نعوت، هي كانت كتبت تغريده او تويتا صح، والحقيقة بعديها بأيام في حصل على الفيسبوك هجوم عليها، فهي كتبت بيان تقريبا شزار إنها ما قصدتش إنها تسيء لا إلى مشاعر الناس ولا إلى كذا، وبالتالي أنا تصوري قضيتها مختلفة وقضيتها يعني محتاجة إلى بذل جهد أمام القضاء. في مسألة إسلام بحيري، الواقع الحال إن الأمر ملتبس، إنه يعني هو كان بيقدم برنامج في قناة فضائية، حصل اعتراضات على هذا البرنامج، فأنا فوجئت موقف إن القناة وقفته واعتذرت. وأنا في تصور الشخص حينما يكون الأمر أمام القضاء فده من الممكن أن يكون قرينة ضده. يعني ما يعني أنا ما يعني شيء بالبديهي. اتنين، أنا الحقيقة في مسألة إسلام أنا ما شفتش حد وقف جنبه الحقيقة. يعني مثلا لما جينا في 2010 و2009 لما بعض الصحفيين قدموا إلى المحاكمات، المقالات اللي تقدمت للمحاكمات أعيد نشرها في عدة صحف، والله إحنا لو هتحكموا سين من الناس حكمونا كلنا. أنا كنت أتمنى ليه محدش وقف جنبه؟ أنا كنت أتمنى في قضية إسلام إنه الحلقات اللي أثارت ضجة وجدل يعاد عرضها والناس يتناقشوا حواليها، يا جماعة اتفضلوا هذا الرجل بيقول ده، هل ده شايفين إزراء أديان؟ أنا الحقيقة القضية بتدخل في مسألة الغاز. اتنين، أنا فوجئت إنه الحكم اللي هو اللي كان 5 سنين اللي صدر، كان الحكم ب5 سنين، فلما استأنف أظن وصلت إلى ثلاثة. طيب الحكم ال5 سنين، إن أنا اكتشفت إن في الحكم إنه مفيش محامي راح تقدم، المحامي ما راحش ولا هو نفسه راح، أنا معرفش ده ظروفها وخلفياتها إيه. اتنين، أنا كمان أنا مفهمش إن في قضية في الاستئناف إن يجي المحامي ياخد موكله يقعد معاه، طب ما انت عارف ان ده احتمال يصدر حكم ضده، فلحظتها تكون الشرطه لا يكون امامها مفر غير انها الان وفورا. يعني في جمله من الاخطاء المركبه في قضيه اسلام البحيري انتهت مع الاسف الشديد ان باحث شاب محطوط في السجن. يعني الحقيقه دي ماساه، واتمنى ان لا تتكرر، بمعنى ان احنا دستور 2014 مثل هذه المواد لا تتناسب معه، ولابد حين يحول هذا الدستور إلى مواد قانونية أظن أن كثير من هذه المواد سوف تسقط. اتنين، أنه لما يبقى في قضية نحن نتعامل معها بالجدية القانونية، لأنه حتى لما صدر الحكم أنا كنت شايف اتجاهات الآراء ماشية. يعني أنا لما تيجي قضية ما هي الأولوية لدي؟ الأولوية لدي أن سين من الناس ما يتحبسش، ان اسلام ما يتحبس، ان فاطمه نعوت ما تتحبس، ان ما فيش مثقف ولا كاتب يتحبس. لكن انا ما شفت من ردود الافعال القضيه فريق خدها لكي يدخل في هجوم على الازهر. هل القضيه الان
ان اسلام يخرج ولا ان انا ادين الازهر؟ اثنين، هل القضيه الان ان انا ادين النظام السياسي ولا ان الاسلام؟ ما هي الاولويه؟ الحقيقه انا شفت في ردود الافعال لم تكن الاولويه رقم واحد ان الاسلام ما يتسجنش. لم تكن الاولويه رقم واحد. لو كانت الاولويه رقم واحد كان حصل اشياء لم اخرى. لم يحصل على المسانده المطلوبه. لا يا فندم، مش انا ما بقولش ان المسانده، انا بقول انه لما يبقى متهم بزراء اديان وما شوفش ولا قناه تذيع الفقرات او الحلقات اللي هي عملت هذه المشكله، اتفضلوا يا جماعه هذا الرجل بيقول هذا الكلام، تعالوا نتحاور، هل الراجل ده اتذرع، هل الراجل ده غلط، او قوم ابني رد راي عام معاه. ده ما حصلش. يعني انا طب هو اسلام في السجن، طب حلقاته اللي مسجله فين؟ ما بتذاعش ليه؟ يعني نصر حامد ابو زيد لما كان عنده قضيه كانت كل دور النشر المصريه والعربيه بتطبع كتب وتنزلها. ده فين؟ ده ما حصلش ليه في حاله اسلام؟ انا الحقيقه يعني في اشياء كتيره انا مش فاهمها. يعني انا ما شفتش كان زمان في اي قضيه، وكنا يعني كان موضع تندر، كان زميلنا الاستاذ محمد عبد القدوس مقرر لجنه الحريات في نقابه الصحفيين يطلع بيان نقابه المحامين، وهي نقابه مهمه فيها لجنه الحريات، انا ما شفتش ايه موقف لجان الحريات في هذه المساله. مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في حريه الراي والتعبير فين هي؟ ما بتتكلمش، ما حصلش حاجه. زي ما حضرتك قلت قضيه اسلام في حد ذاتها هي غريبه ومحيره فيها يعني فيها 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 الغاز كتيره، واللي دفع الثمن هذا المسكين اللي قاعد في الزنزانه الحقيقه، واللي اخذ على عاتقه ان هو كان يظن انه يجدد الخطاب. طيب ويظل في النهايه بكرر وبقول في الفكر باستمرار حق الخطا، في شيء اسمه اللي ارسال حكم الدكتور طه حسين هو حق الخطا، ان الباحث اخطا لكن ليس لديه قصدا جنائيا. اكيد اكيد، وده الحقيقه التعبير الإسلامي، من اجتهد وأصاب فله أجران، من اجتهد وأخطأ فله أجر. يعني الإسلام الحديث النبوي أعلى من هذه القيمة، قيمة الثقافة الإنجليزية والثقافة الغربية اللي هي بتقول عليها حق الخطأ. يعني اللي كانوا زمان متعلمين في الجامعات البريطانية يقولوا احنا أولاد اتربينا في جامعات بتقول زريت في قرر حق الخطأ. طب أنا بقول ده، أنا مش بقول حق الخطأ، وكمان يأخذ درجة عند الله سبحانه وتعالى. طيب أنا علشان بس قبل ما وقتنا ينتهي أنا عايز أتكلم عن أصول عن معرض الكتاب. سيادة الوزير، معرض الكتاب شعار مهم جدا زي ما اتكلمنا فيه في البداية، ولكن هناك من لاحظ أنه هناك كتب لبعض، طبعا كتب يعني لبعض الكتاب الإخوان، عندك عصام العريان، عندك سيد قطب، في مقدمات لا. لبعض ما فيش لسيد قطب؟ لا 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 لا, لا. عشان بس نحط أنا بقول من الوارد أن يكون في سور الأزبكية اللي بيبيع كتب قديمة قد يفلت كتاب هنا أو هناك. أما معرض هذا الكتاب كل دور النشر التي تنشر هذه الكتب منعت من دخول المعرض، وأنا اللي خدت القرار وخدته بناء على تقرير اللجنة القضائية اللي بيرأسها المستشار عزت خميس، بعت لنا جواب أن هذه الدور دي بتنشر هذه الكتب وبتنشر هذه الافكار طبقا لهذا، وانا لان ده يعتبر يعني هناك اجراءات اتخذت كي لا تدخل الى المعرض. يا فندم اتخذت من البدايه من البدايه وفقا لهذا القاعده. هناك دور نشر غير مصريه موجوده في الخارج بتنشر هذه الكتب، وبتنشر كتب بتحرض على الصراع المذهبي وكل هذه الاشياء، وايضا بناء على تقارير علميه والجهات الرسمية في الدولة، احنا قلنا شكرا مش هتشتركوا. فده فكرة بقى انهم ان الكتب دي موجودة وان في دور نشر وكذا وكذا، هذا الكلام مش صحيح. لكن من الوارد ان يكون في كتاب هنا او هناك، اما ان انا اقول انها موجودة في المعرض يعني ده وارد ان يكون حدث، لكن انا تصوري الشخصي ان مفيش ناشر في المعرض، بالعكس انا جزء من سعادتي ان هذا المعرض عامل اقبال حقيقي السنة دي، وان دور النشر اللي كان بيتقال لنا على مدى 20 سنه ديت اللي بتجيب الباعه واللي بتجيب الجمهور واللي بتعمل لم تشترك، ومع ذلك جمهور المثقف وجمهور الثقافه هو اللي جاي المعرض. تمام. طيب يبقى انا في النهايه عايز اعرف من حضرتك قصور الثقافه ايه الدور اللي بتقوم بيه سياده الوزير علشان تنشر الوعي؟ انا حضرتك اتكلمت في البدايه عن اهميه ان يبقى في كمان وعي لمواجهه الافكار المتطرفه. مش بس أصول الثقافة اللي عليها دور،
كل هيئات وزارة الثقافة عليها دور. فيما يتعلق بسؤال حضرتك أصول الثقافة أنشطتها معروفة. أنا بقول عشان هي منتشرة في كل أنحاء الجمهورية. مش قوي يعني مش إحنا عندنا 4000 قرية، أنا عندي أصول الثقافة اللي شغالة أقل من 500. Yeah. طبعا يعني انا ما هو اصل فكره انها منتشره في انحاء الجمهوريه ده كلام احنا لاننا اللي انا شايفه ان بيتقال كلام عن الثقافه الجماهيريه في كثير من المبالغات. انه تجربه الارهاب في التسعينات ما شفناش ما كانتش الثقافه الجماهيريه لها دور كبير في مواجهتها، لكن مثلا لما حصل في اسيوط اللي حصل عشان كده الفنان الكبير عادل امام نزل اسيوط وقتها وعمل عرض وقتها. وبالتالي هذه المواجهة لاحظي حضرتك انه لما بنتكلم على الكتاب وبنتكلم على الدراسات العلمية والدراسات النظرية ده كله جميل، بس انا في مجتمع في حاجتين عندي حوالي 40% أمية أبجدية، اتنين الأمية الثقافية نسبة مش قليلة، وبالتالي احنا تركيزنا في ده على الفنون بشكل اساسي. لان الفنون مش محتاجة ان لازم علشان ان حد يشوف مسرحية مش لازم يكون معاه شهادة محو أمية ويكون بيقرأ ويكون مثقف. هيئة أصول الثقافة عندها الكثير من الفرق المسرحية وموجودة في محافظاتها بتعمل فيها. أحد المشاكل إن هم بيعملوا داخل القصور. طيب هذه القصور مزدحمة بموظفين فغالبا إن هم اللي بيشوفهم. وبالتالي احنا عملنا فكرة الانفتاح على المجتمع ان يبقى فيه بنرجع تاني مسرح الجرد. وعاملين اوبرا في الصعيد صحيح سيادة الوزير؟ مش بس اوبرا في الصعيد، انه انا بتكلم باستمرار احنا بنتكلم كتير عن العدالة الاجتماعية وما عملناش العدالة الثقافية. العدالة الثقافية احنا مع الاسف الشديد عملنا تقسيمة غير عادلة، ان القاهرة عندها دار الاوبرا المصرية وعندها المجلس الأعلى للثقافة وعندها معرض الكتاب وعندها كل المؤسسات الثقافية، ويدوب المحافظات عندها أصول الثقافة. وده أدى مع ترهل إداري إلى أن القصور انعزلت والمؤسسات اللي هنا انعزلت وأصبح في شعور بالغبن. ثانيا أن احنا لم يعد يليق بنا أنه الخديوي إسماعيل اللي صاب مصر 1879 عمل دار الأوبرا المصرية 1870 افتتحت 1870 وإحنا قاعدين بنفس الدار إلى اليوم. فخدنا موافقة الحمد لله من لحظة أنا ما جيت من السيد رئيس مجلس الوزراء وافق لنا على إنشاء دار أوبرا الأقصر. وإحنا دلوقتي في تخطيط ليها وسوف يبدأ العمل فورا. اتنين أنا رايح بورسعيد بكرة لأنه في خلال شهرين سوف نفتتح دار أوبرا بورسعيد. هايل. وده أنا لازم أحيي سيد محافظ بورسعيد وأحيي القوات المسلحة المصرية. القوات المسلحة المصرية في قطعة أرض كانت شاغرة تماما خلف محافظة بورسعيد بنت فيها مركز ثقافي. أنا رحت لقيت كان معمول في مسرح، أنا لقيته يصلح دار أوبرا، وهتشوفه بكرة أنا والدكتورة ناس عبد الدايم، وقريبا في خلال شهرين أو ثلاثة بكتيره نفتتح دار أوبرا بورسعيد إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك وبحيي المثقف الأستاذ حلمي النمنم قبل الوزير أيضا، بنفخر بحضرتك. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم، تصبحوا على خير، وبكرة انتظروا زميلي الأستاذ محمد مصطفى شردي ويوم بيوم الساعة 8. استنوا.